احتضنت قاعة الاجتماعات بنادي الفلاح بأقادير صباح اليوم يوما تواصليا لانطلاق عملية الجزار ديالي بتنظيم من طرف الجمعية الوطنية لتجار اللحوم الحمراء بالتقسيط بشراكة مع المكتب الوطني لسلامة صحية للمنتجات الغذائية، حيث تهدف العملية إلى ضمان تتبع مسار الحيوانات المعدة للعيد وسلامة الأضاحي. فهذا البرنامج كيبدأ من تحسيس أولا المربي لحسب الأعلاف اللي خصو يستعملها، وكذلك ترقيم ديال الأضاحي بحيث وصلنا 8 ديال المليون الأضاحي اللي هي مرقمة، وكذلك هذه العملية ديال الجزار ديالي اللي هي عملية تحسيسية أولا الجزارة والسلاخة واللي كيتعاونوا معهم ومن خلالهم يعني تحسيس ديال المواطن والمستهلك. فهو برنامج اللي يعني كيعملوا معنا شركاء كوزارة الداخلية والجمعيات ديال حماية المستهلك وكذلك الهيئة ديال البياطرة والهيئة ديال الصيادلة. وتروم عملية الجزار ديالي التي سجلت حضورا مهما للجزارين ومنتهي سلخ الأضاحي في عمقها إلى توعية وتحسيس الجزارين بالممارسات الصحية السليمة المتعلقة بشراء وذبح وتحضير أضحية العيد، حيث عرفت مع انطلاقها صباح اليوم تسليم معدات شخصية وزي موحد وشارات إلى جانب دليل صحي للمهني الجزارة، إلى جانب تقديم مجموعة من العروض من طرف أطر المكتب الوطني لسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، هم تسجيل مربي الماشية وترقيم الأغنام ومراقبة الأعلاف الحيوانية والأدوية البيطرية، وكذا تجهيز أسواق بيع أضاحي العيد في المراكز الحضرية الرئيسية. الهدف من هذا المبادرة وهذا هو يوم تواصلي وتكويني في نفس الوقت لفائدة مهني الجزارة حول الممارسات الصحية للذبيحة ديال عيد الأضحى، باش يمكننا نقدموا للمستهلك ديالنا واحد الجزارة اللي مكونين ويقطعوا لهم الطريق قدام هذوك المتطفلين ديال المهنة. علاش؟ لأن غادي يتعطى لهم واحد الزي موحد اللي غادي يفرقهم على الناس الآخرين اللي ما داروش هذا التكوين. وهذا المبادرة دخل في إطار واحد البرنامج ديال عيد الأضحى اللي كتقوم به وزارة الفلاحة بالشراكة مع وزارة الداخلية والفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء. ويعول المنظمون على النسخة الجديدة من الجزار ديالي لترسيخ مجموعة من الممارسات الصحية والقطع مع العادات السيئة التي ظل يعتمدها ممتهن الصلخ يوم عيد الأضحى من أجل تسهيل العملية وتسريعها لضمان تحقيق عدد كبير من الذبائح تسعفهم في تأمين مداخل مهمة غير أبهن بخطورة هذه السلوكيات على الصحة الإنسانية بالدرجة الأولى. كيف ما كتشوفوا اللي كاين في هذا المجال هذا هو أنه لما تم إقحام الحريفي في هذا الإطار ديال هذه المبادرة هذا فهو كان ساهم في إطار إعطاء حلول للآفة الكبرى اللي كانت شهدتها خضرار الأضاحي في سنة 2017. فبالتالي كتعرفوا بانه حتى الطرق ديال الذبح طريقه ديال الذبح وطريقه السلخ فهي كتلعب واحد الدور كبير في الحفاظ على الجوده ديال الاضحيه. وكيف ما شفتوا بانه الناس كنوصلهم واحد الميساج اللي ربما فهموا بانه حتى فيما يخص التقطيع ديال الاضحيات فكان في نفس النهار. يذكر أن اللقاء الذي افتتح أشغاله والي جهة سوسماسة ورئيس الجهة بحضور الكاتب العام لقطاع الفلاحة والمدير العام للمكتب الوطني لسلامة الصحية قد عرف تقديم مجموعة من المعطيات الرقمية المرتبطة بأضحية عيد الأضحى، حيث تتحدث الأرقام عن ترقيم 8 ملايين رأس من القطيع على المستوى الوطني بينها 116 ألف رأس في جهة سوسماسة، وهو ما يعطي الاطمئنان على مستوى العرض رغم التحديات المناخية التي سجلها الموسم الفلاحي بالمنطقة.